أنا ببكي وطني، ببكي على آلاف المشردين، ببكي على الأمهات السكالة، ببكي على أمهاتي وأخواتي وبناتي اللواتي تعرضنا للاغتصاب، ببكي لأنه هذا الشعب اللي احتوى كتير يوماً ما لاجئين من شتى أنحاء العالم ألصقت به كلمة لاجئ. يكفي أن تكون بعيد عن وطنك، هذا أكبر ثمن، يكفي ثمن أنه أنا أكون حر. أنا سليم شريقي، فنان سوري من اللاذقية بس عايش بدمشق، متزوج وعندي 4 أولاد. بعد مضي سنتين على الثورة ما قدرت أتحمل منظر القتل والدم، وبنفس الوقت أنا عندي شباب ما قدران خليهم يحاربوا يعني، فحاولت جاهداً أن أطلع برات سوريا. في البداية ما بعرف لوين كنت رايح، ضلينا شهور ونحن نمشي لبين ما وصلنا على النمسا، طبعا ضمن حالة التلج وضمن حالة المطر والبرد وإلى آخره. للأسف الدول بتعرف شو عم بصير بوطننا، مع ذلك تعاملوا معنا على أننا مجرمين ومنهم يعتبرونا عالي عليهم. كل دولة نوصل لها كون مصيرنا السجن. بعد يوم يومين يتركونا ونتابع مسيرنا حتى وصلنا على النمسا. أنا ما بعرف كيف أنه في مخرج نمساوي عرف أنه في فنان سوري موجود بهذا الكامب أو بي. فأجى تعرف علي وطلب مني أنه أشترك معه في عمل مسرحي. أول شغلة لحتى يعرف أنه هل صحيح هذا ممثل ولا. اشتغلت معه أول مسرحية فأعجب بشغلي، ونحن السوريين عنا طريقة مختلفة أو العرب عنا طريقة مختلفة في إظهار الأحاسيس. هن بالنسبة لهم هذا شيء جديد كثير يعني. أول مسرحية كانت بالنسبة لي باللغة العربية، قدمت دوري باللغة العربية. ضمن انسياق المسرحية هي بتتطلب إنه يكون في أكثر من لغة يعني. بعد شوي صرت معتمد من قبل هي الفرقة إنه أنا أكون دائما معها في كل أعمالها يعني. فاشتغلت كمان أعمال مثل جوليفرز رايزن اللي هي رحلات جوليفر، حلم ليلة صيف، اشتغلت في كل مكان للكاتب الروسي فلاديمير. وبشكر الله انه انا في اغلب هاي الاعمال كنت بطل العمل يعني. وباللغة الألمانية كنت مجتهد كتير كتير، انه تعلمت اللغة الألمانية بطريقة سريعة كتير. بهاي الفترة انا فكرت انه كمان انا لازم يكون لي رسالة معينة اوجهها لابناء وطني، لوطني، للنمساويين نفسهم. فألفت اكثر من عمل، شيء كوميدي مثل مرايا أو انعكاس. بس العمل اللي كتير كتير كان هذا بالنسبة لي رسالة، وهذا واجبي طبعاً، كان هو وسط الدنيا، هو عمل مونودراما. هاي رسالة بالنسبة لي للشعب النمساوي أو الأوروبي يعرف شو هي سوريا. وبنفس الوقت القسم الثاني من العمل هو رحلة العذاب اللي تعرض له الشعب السوري من موطنه لأوروبا. يا وطن يا حبيبي يا الطيب. بعد 8 سنين من القتل والدم والتهجير والسجن ما بقى في مجال تقول هذا ليش عمل هيك وهذا، هو اختار. في واحد بيدفع ثمن من كرامته، وفي واحد بيدفع ثمن انه هو ما بده يكون في هذا الموقع. بغض النظر عن كل التكلفة الإنسانية اللي ممكن يدفعها بعدين. تخيل هذا التناقض يعني، إنه كيف أنت كفنان سوري، كيف أنت مع الثورة في لبنان وضد الثورة في سوريا؟ كيف قدرت تتوازن بهذا الموضوع يعني؟